السلام عليكم أفريميديون، ورجعنا لكم بفيديو جديد من السلسلة المظلومة بالطبع في هذه القناة للأسف الشديد، سلسلة مهنة مدرب فيفا 2022. قبل ما نبدأ يا جماعة الخير، لا تنسوا أن تشاركوا الفيديو وأن تفعلوا زر التنبيهات بعد الاشتراك في القناة وتضغطوا زر اللايك لهذا الفيديو. شاهدوا الفيديو للأخير يا جماعة الخير، بارك الله فيكم وشكرا لمن يدعمنا بأي شكل من أشكال الدعم، بارك الله فيكم. المهم يا جماعة دعوني لا أطول عليكم، يلا بنا ليتس جيت ستارتد يا حبيبي. مثل العادة محتلين المركز الأخير 24 يا جماعة للأسف الشديد، المركز الرابع والعشرون بأربع نقاط، ما زلنا في بداية الدوري فريق 10 نقاط، نحن لسنا بعيدين كثيرا عن أصحاب المراكز الأولى. اوكي راح نقبل العرض هذا. اوكي مباراة اليوم يا جماعة الخير عندنا مباراة ضد بريدفورد. اوكي يا جماعة هذه التشكيلة التي اخترتها في مباراة اليوم، هذه تشكيلة الخصم. ليتس جو مشاهدي الكرام، اذا ما كنتم مرحبا بكم في مباراة اليوم بين فريمد اف سي فريمد بالطبع وبريدفورد. يلا بسم الله بداية المباراة يا جماعة. كورة يا الله، الحارس سيء. يلا يا هي توزيعة، يا هي توزيعة غبية من اللاعب غبي. يا الله الحمد لله الحارس. يلا جول، يا سلام يا سلام، تعادل واخيرا تدد. يا الله لاب لاب لاب، كورة يا الله يا حكم. نهاية الشوط الاول 1-1. اوه الحمد لله العارضة، الحمد لله العارضة. حذاري الحمد لله، والله فريق ضعيف جدا يا جماعة. لا الحمد لله الحارس اخرجته، الحمد لله اخرجت الحارس. هدف الثاني. يلا يلا يا حمار يا حمار يا حمار. نهاية المباراة خسارة 2-1. ما اضعف فريق، انا العب بفريق ضعيف جدا يا جماعه، يعني هكذا لنتاهل يا جماعه للتشامبيونشيب. اوكي راه نتخطى مبارتين، محتلين المركز الرابع والعشرون اكيد. اوكي يا جماعه نتخطى هذه المباراه، ننتقل للمباراه المقبله. تعادلنا 0-0، تخطى ايضا هذه المباراه، نذهب الى هذه المباراه. يلا خسرنا 2-1. عجب، هذا النادي ليس لديه ضمير. اوكي هذو الشباب يا جماعه، ولكن ما نقدر نساعدهم لأنهم يبلغون من العمر 15 سنة. ما زلنا محتلين مركز الرابع والعشرون. هذه هي التشكيلة التي سنعتمد عليها في هذه المباراة. يلا بينا ليتس جو. مشاهدي الكرام، أينما كنتم مرحبا بكم في مباراة اليوم بين هذا النادي و اف سي فريمد. لازم علينا الفوز في هذه المباراة يا جماعة. جول يا حمار يا حمار، مريرة غبية جدا من اللاعب وليس مني يا جماعة لأنه ضعيف. الحارس سيء، يا لطيف يا لطيف. يلا سدد، هدف ضيعها. الحمد لله مرت على خير. تسديد الحمد لله، كرة الحمد لله العارضة. يلا جول يلا جول. نهاية المباراة تعادل سلبي، أسوأ مباراة في التاريخ. اوكي مباراة الكأس يا جماعة الخير لازم نلعبها. قمت بتعديل التشكيلة مثل ما تلاحظون 4-5-1 تقريبا. مشاهدي الكرام مرحبا بكم في مباراة اليوم ضمن مباراة الكأس. صراحة لا أعرف ما هو الكأس، كرة اللين خاصة بالدوري الدرجة الثانية الإنجليزية. يلا ليتس جو تبدأ هذه المباراة. يلا يلا تسديد جول.
بول ديك ديك يفشل. اوه الحارس. لا 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 اكيد هدف هدف تعادل. يلا جول جول. الحمد لله فين الحارس الخصم احمق. يلا يلا ديمير جول. ديمير يسجل هدف عالمي. يعجبني هذا اللاعب. لا 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 لمسة يد حكم. هدف الثاني. يا حارس يا حارس يا حارس. يلا جول 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 جول. ونهاية المباراة وأخيرا فزنا يا جماعة الخير. أوه أول فوز منذ سنوات. الحمد لله. يا سلام. راح نتخطى بعض المباريات ننتقل إلى هذه المباراة لعل وعسى نفوز بكل. أوه فزنا يا جماعة الخير. جيد خسرنا يا الله. اوكي نتخطى هذه المباراة ايضا. نروحوا لهذه المباراة فزنا فيها جيد. نتخطى هذه المباراة ايضا وفزنا. يا سلام. اوكي رانا نقوم بتصعيد هذا اللعب. خط التطوير وخلوه تغطية كامل او خلوه وسط يستخلص الكرة ولا خلوه متوازن اكيد. ونصعدوا الى الفريق الاول. اوكي صعدنا الى المركز 19 ب 15 نقطة. نروحوا لمباراة الكأس. خسرنا يا جماعة. اوكي نتخطوا مباراة الكأس. نروحوا مباراة الكأس الثانية. خسرنا لازم نفوز بهذه المباراة رسميا. اوكي هذه التشكيلة التي اخترتها في مباراة اليوم. يلا ليتس جو. مشاهدي الكرام مرحبا بكم في مباراة اليوم. مباراة اليوم لازم نفوزوا فيها يا جماعة الخير. هذا هو خصمه لنا نهار اليوم. موركامب ولا لا ادري اسمه بالضبط. بسم الله نحن بالطقم الابيض يا جماعة. الحمد لله ضيح كورة. جول حارس. يلا سدد. يو مرت بقليل. الحارس تسديدة. الحمد لله حارس جيد نوعا ما افضل من السابق. لا الحمد لله الحارس تسديد. يا الله هدف هدف هدف. اكيد يسجلوا اكيد يسجلوا. جول جول. هدف تعد لامب لامب نجم الفريق هو وديك وإيدير. نهاية المباراة بتعادل إيجابي 1-1. لا أدري إن كنا تأهلنا إلى النصف النهائي أو إلى النهائي لا أدري. أوكي في الدوري يا جماعة الخير محتلين مركز 20 ب15 نقطة. فيما يخص الكأس يا جماعة الخير نحن محتلين المركز الأول بنقطتين أو بأربع نقاط. لعبنا مباراتين نجوز مباراة يا جماعة الخير نجوز مباراتين. نذهب إلى هذه المباراة. يلا فزنا 2-0. يلا 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 3-2 الحمد لله. اوكي في الدوري محتلين مركز 16 ب21 نقطة. خلونا نشوف الدوري. لسنا بعيدين جدا عن صاحب المركز الرابع عنده 28 نقطة. الثالث 29 نقطة يعني اقتربنا فعلا. اوكي نتجاوزوا مباراة. يلا يلا فوز فوز. نعم يا سلام. اوكي مباراة. اوكي نتجاوزوا هذه المباراة ايضا. خسرنا 5-1 يا الله. نتجاوزوا هذه المباراة ايضا. يلا تعادل. اوكي مباراة الكأس. يلا خسرنا يا. اوكي هذه المباراة راح نلعبها. يلا مشاهدي الكرام مرحبا بكم في مباراة اليوم اخر مباراة في هذا الفيديو يا جماعة ضد هذا النادي نادي بولتون. لازم الفوز يا جماعة. التسديد
لو كان لعب ممتاز لا سجلها. يلا جول كدي ريحها. الحمد لله هدف. من هذا؟ الحمد لله الحارس جيد. الحمد لله مرت على خير. كو يا حارس سيء والله الحارس سيء. يلا جول. كانت الزاوية الصعبة. الحارس جيد. يلا 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 يلا. ونهاية المباراة ركلات الجزاء. يس جول. نعم يا سلام يا سلام. الحمد لله. اوه فزنا. لا للنهائي الله أعلم. إيريك ديمير جول. ديمير ديمير. أول فوز تاريخي. يا سلام. هل تأهلنا للنهائي؟ لا أدري. أوكي تأهلنا الجولة الثالثة يا جماعة. راح نتقابلوا لنادي روتيرهام. اذا الى هنا وصلنا لنهايه هذا الفيديو. اتمنى الفيديو يعجبكم. شكرا لمشاهده الفيديو الاخير. شكرا لضغط زر اللايك واشترك في القناه وفعل زر التنبيهات. اعطونا ارائكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات. مع من نتعاقد وكيف نسير الكارير مود بسهوله. نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. اعتنوا بانفسكم جيدا. السلام عليكم.